السادة المشاهدين أهلا بكم. طبعا لسه في توابع المشكلة بتاعة تصريحات الدكتور أمنة نصير ودخول بقى على الخط بقى طبعا شيخ الأزهر ودار الإفتاء والسوشيال ميديا اشتعلت وهجموها هجوم كاسح، والمشكلة دي كاشفة. وطبعا طلعت مع وائل الإبراشي حاولت تبرر وحاولت تدافع عن نفسها وبرضه ما ردوش عليها، يعني هو برضه كل الردود لم تكن ردودا واضحه، وقال بشكل واضح وصريح ان هي ما فيش نص قراني صريح، ما فيش نص قراني صريح. دكتوره امنه نصير دكتوره الفلسفه والشريعه ولها 30 40 سنه في الفكر الاسلامي وفي الفلسفه الاسلاميه وفي العقيده الاسلاميه. وطبعا يعني كم الهجوم اللي عليها اللي وصل ببعض الناس انهم عايزين يدخلوها ازدراء اديان، يعني في موقع على الفيسبوك خاص بالازهره يعني هجوم كاسح ويعني واتهموها ان هو المفروض انها بتطعن في ثوابت الدين، طبعا دخلوا في موضوع ثوابت الدين، يعني داخلين على درجه من درجات التكفير يعني. ونشوف التوابع، يعني على سبيل المثال الشيخ عبد الله رشدي دخل قال زواج المسلمه من غير المسلم باطل، وان حدث جماع فهو زنا، ومن زعم أنه زواج فقد كذب على دين المسلمين واستحل ما حرمه الله ورسوله وما تواتر المسلمون عليه علما وعملا منذ زمن رسول الله حتى اليوم. ده اللي قاله الشيخ عبد الله رشدي. وطبعا الشيخ عبد الناصر أو على موقع الأزهرة قال عبد الناصر بليح إمام بوزارة الأوقاف، لا من ضمن الناس اللي علقت الموقع نشرت الحاجات اللي نزلت على موقع خاص بالأزهرة، قال لك إيه نطالب بإعفاء الدكتورة أمنة السيد نصير من عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للأوقاف لأنها تقوم بازدراء الدين الإسلامي بتصريحاتها، فهي خذلت وأهانت الدين الإسلامي. ووجه بليح رسالة للشيخ الأزهر قائلا لماذا يجلس هؤلاء في جامعة الأزهر لتسميم أفكار الصفوة من الطلاب، ولما لا يتم إحالتهم لمحاكمات تأديبية، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. وطبعا كل الناس الأزهر اللي دخلوا على الموقع مفيش حد وقف صفها، كلهم هجموها هجوم كاسح بقى ثوابت الدين وحاجات زي كده. بس هنلاقي برضو الدكتور يوسف الزيدان كان ليه تعليق برضو قال على فيسبوك، موقعه على فيسبوك نصب الى الاستاذه الازهريه انها قالت يجوز زواج المسلمه بالمسيحي فلا يوجد نص قراني يمنع ذلك. هجم عليها شيخ الازهر ودار الافتاء المصريه وصدرت فتوى عاجله يقول ملخصها لا يجوز زواج المسلمه بالمسيحي، ولكن يجوز العكس فيجوز للمسيحيه ان تتزوج مسلما. فأصدرت الدكتورة أمنة بيان حاسما مفاده أن كلامها اقتطع من سياقه، لا ده كمان مش مجرد بيان، طلعت مع والدي براشي ومع عدد من المذيعين بتحاول بقدر الإمكان تبرأ نفسها وإن كان يعني النص بتاعها واضح جدا. وأنها تؤكد بلا مجال للشك أنه لا يجوز زواج المسلمة بالمسيحي عملا بإجماع الفقهاء، وهي شخصيا مع إجماع الفقهاء. خلال هذه الزوبعة لم ينتبه كثيرون أو تغافلوا متعمدين عن الحقائق التالية. يوسف زين بيقول أن القرآن لم يرد فيه فعلا ما يمنع زواج المسلم بالمسيحي، والذي قرر عدم جواز ذلك هم الفقهاء، وهذا بني على أننا اليوم نعيش على دين فقهاء عاشوا منذ مئات السنين، ولا نعيش على ما ورد في كتاب الله وينص عليه القرآن، وأننا نعتبر قول الفقهاء مكملا لكلام الله وأنه مثله مقدس. ده بيقول يوسف زيدان، ودي حاجات مهمة عايزين نعلق عليها. لطالما جاز في بلاد كثيرة، بيقول ثانيا يعني لطالما جاز في بلاد كثيرة أن تتزوج المسلمة المسيحي، ومن تلك البلاد الكثيرة سوريا، يعني هو بيقول إن سوريا الدنيا عندهم إيه فيها براح الله أعلم، هو على يعني الكلام على عهدته. فماذا عمن فعل ذلك؟ هل هم زناة وأولادهم وأحفادهم أبناء زنا زي ما بيقول عبد الله رشدي، بيقول إن هو ده زنا. لماذا يصر رجال الدين سلسة؟ بيقول لماذا يصر رجال الدين على إحكام سيطرتهم على عقول الناس بالقرآن إن أمكن وبالحديث النبوي إن وجد، وإن لم يتيسر لهم هذا وذاك استعملوا ما يسمونه إجماع الفقهاء من دون بيان بأسماء هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا، من دون تبيين أو تفسير لاعتبار آرائهم حكما واجبا نفاذ قاعدة تحدد ما يجوز لنا
وما لنا اليوم وما لا يجوز. بيقول إن كثير من الأحكام الشرعية لم تعد نافذة، ولا يمكن أن يجرؤ أحد على تطبيقها، ولا يقبل اليوم من أي شخص مهما كان أن يحكم بها على الناس ويحدد لهم ما يجوز وما لا يجوز. فمن ذلك مثلا الأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء، وطبعا العبيد والإماء دي طبعا كل شيوخ الأزهر قال لك لا خلاص وانتهينا حقوق الإنسان، وعبد الله رشدي قال نفس الكلام رغم إنه نص قرآن يعني. لأن أحكام تستند إلى نص، مع أنها أحكام تستند إلى نص قرآني والحديث النبوي وما يسمونه إجماع الفقهاء، فهل يمكن تجزئة الدفاع الدين وأحكامه للأخذ بعضها وترك بعضها الآخر لأنه غير صالح للاستعمال؟ هذه الزوابع الأخيرة تدل المتأمل فيها على أنه لا جدوى من الجدال الديني، وتدل على أن الذين أفسدوا في الأرض لن يكونوا هم المصلحون، وتدل على أن الضعيف انفعاله عنيف. هو قصده طبعا ايه بالضعيف انفعاله عنيف؟ يعني الفقه او يعني النص الرابع زي ما بيقولوا او النص الثالث زي ما بيقولوا. طيب بشكل عام يعني بعد هذه الزوبعه انا برضو يلزمني اعلق على شويه حاجات. اول حاجه البيان بتاع، يعني الموضوع ممكن ياخد اكتر من حلقه، بس مبدئيا البيان بتاع الافتاء نفسه، يعني بيان الافتاء نفسه فيه مشكله كبيره جدا، انا مش عارف ازاي هم اصدروه بهذا الشكل. بيقول ايه بقى البيان تاني؟ لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي. خلي بالكوا ده دار الافتاء وعلى علامة الصح بتاعة تويتر، يعني المفروض كلام موجه لعموم الناس. فهل هم قاصدين يعقدوا الناس ويقول لك الدين ده موضوع كبير، ده كيمياء يعني محدش يتكلم فيه؟ لان المفروض الكلام الموجه لكلام الناس غير كلام المتخصصين. هو لما يصدر بيان على تويتر معناها لعموم الناس، ومفروض يكون بكلام مفهوم وواضح. تاني بيقول بقى لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي. طبعا طبعا قطعي ده مصطلح يعني خاص جدا في فيما يسمى يعني العلوم الإسلامية، مش كلام كده إيه يتاخد على مجمله أو على معناه اللغوي. لا ده لا ليه معنى اصطلاحي، يعني بعيدا عن المعنى اللغوي ليه معنى اصطلاحي هنقوله دلوقتي. ويشكل، قال لك هذا الحكم الشرعي قطعي، ويشكل جزءا من هويه الاسلام، والعله الاساس في هذه المساله التعبديه، بمعنى عدم معقوليه المعنى. فان تجلى بعد ذلك شيء من اسباب هذا التحريم فهي حكم لا علل. فالاصل في الزواج انه امر الهي. خلي بالكم كان منزلها لاهوتي وانا غيروها خلوها الهي، لان موضوع اللاهوتي والالهي ده موضوع تاني ايه ممكن اتكلم فيه لاحقا. وسر مقدس وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اول حاجه قطعي احنا قلناها قبل كده ونقولها تاني ونأكد عليها، ان في حاجه اسمها قطع الثبوت في يعني مصطلحات، خلي بالكم المصطلحات دي مش دينيه يعني، بمعنى مصطلحات يعني في حاجه اسمها نحت الفاظ. هذا النحت الالفاظ صنعه الفقهاء لاحقا او علماء الدين او ما يسمى بين قوسين علماء الدين لاحقا، واصبحت مصطلحات يعني اتعرفت واتنحتت وبناء عليها بقى معنى اصطلاحي. فراحوا مصنفين القطعي لقطع ثبوت وقطع دلاله. قطع الثبوت قصدهم يعني ان هو يقين ان هذا الكلام موجود، وقالوا ان القرآن كله قطع الثبوت، وقالوا ان السنة المتواترة قطعية الثبوت، وقالوا ان سنة الاحاد او مرويات الاحاد هي ظنية الثبوت، اللي هي البخاري ومسلم وكل الكتب الستة دي ظنية الثبوت. يعني ايه ظنية؟ يعني مش يقينية. القطع يعني يقيني، ان يقيني هذا الكتاب هو القرآن الكريم وهو من عند الله واوحى به جبريل الى الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيقول انه ده قطع الايه الثبوت، ده ما فيهوش شك. ايه السنه المتواتره؟ والسنه المتواتره عشان بدات الناس تبقى فاهمه، اللي هي الصلوات والعبادات بشكل او باخر كلها. إيه الناس شافت الرسول بيلف 7 مرات حوالين الكعبه، او شافت بيصلي الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، وهكذا. فالعبادات دي كلها بيسموها سنه متواتره، يعني قطعيه الثبوت. اما المرويات بقى بتاعت الكتب السته ظنيه الثبوت، يعني مش يقيني ان هذا الكلام صدر عن النبوه، وفي شك ان هو يكون صدر على الايه؟ عن النبوه، اللي هو المرويات بتاعت الكتب الايه؟ الست. هو هنا قال لك قطعي وما حددش، وهو ده اللي سالته الدكتور امن نصير، قالت بشكل واضح ما فيش نص صريح. ما هو معنى كلمه قطعي في المطلق يعني قصده قطع ثبوت ودلاله، يعني معناها ان النص قراني ولا يحتمل الايه؟ الشك. ده بالنسبه لايه؟ كلمه ايه؟ قطعي. تمام كده؟ طيب
معنى ان هو بيقول القطع في المطلق معناه انه قطع ثبوت ودلاله، يعني نص قراني واضح وضوحا صريحا. وده اللي سالته الدكتور ابن نصير، قالت مفيش نص قراني واضح وصريح. فلما حبوا يجيبوا نص قراني راح قايل ايه؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه بقى فين هنا؟ طبعا ده قطع الثبوت. فين قطعيه الدلاله في كلمه واخذنا منكم ميثاقا غليظا على المعنى بتاع ان هو بيقول زواج المسلم بمسيحيه او بيهوديه. النص ده لا نستطيع ان نقول انه واضح وصريح فيما يخص زواج المسلم بمسيحي. نيجي بقى للنقطه الثانيه بتاعت بقى ايه العله. العله الاساس في المساله تعبديه. العله والمعلول بيقولوا في المصطلحات الاصوليه يعني حاجه اسمها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. على سبيل المثال عشان برضه الناس تبقى فاهمه، لان هو ساعات بيقول كلام كده معقد بحيث يديك احساس بقى ايه. ساعات لما تيجي تتكلم في الدين يقول لك ايه، انت تعرف المطلق والمقيد، تعرف مش عارف الخاص والعام، تعرف مش عارف المجمل والمفصل، تعرف الناسخ والمنسوخ، تعرف العله والمعلول. طب اركن على جنب بقى كده، ما تتكلمش في الدين. ماشي؟ فعشان برضه الناس تبقى واضحه، الموضوع واضحه، امور بسيطه كلها، بس هم ايه مكركعين ام الدنيا عشان يعملوا حاجه كده كهنوت محدش يتكلم فيه، ويقولوا اللي هم عايزينه بمزاجهم ومحدش يرد عليهم. ايه موضوع العله والمعلول اللي هو جابوها في حته كده في الايه في البيان بتاع دار الافتاء؟ ودار الافتاء ده عايز يتناقش، ده يعني مش هيتقال كده على الهواء ويتسكت عليه، عايز يتناقش ويشوف الازهر يشوفوا ايه رايهم فيه ويناقشوه. عايز يتناقش يعني. على سبيل المثال هو بيجي يقول لك مثلا ايه، ان في حاجات لها عله. يعني الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في المعاملات او العادات الاباحه. معناه ايه الكلام ده برضو تاني؟ يعني بيقول لك ان العبادات التوقيفيه بمعنى انها نص واضح قطعي، سواء بقى يعني كان سنه او قران. يعني الوضوء موجود في القران مثلا، الصلاه موجوده في السنه المتواتره. فمثلا ما تيجي تقول لي ايه عله ان المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، او ان الصبح ركعتين وان مش عارف الظهر 4 ركعات، وان وقت الظهر كذا وان وقت العصر كذا، او ان ليه نلف 7 لفات حوالين الكعبه ما نلفش 9. ده بيسموها عبادات توقيفيه، هنعملها زي ما هي كده سواء في عله او مفيش عله. يبقى الاصل في العبادات التوقيف، انما الاصل في العادات الاباحه. العله والمعلول بقى يعني قال لك ايه؟ يعني قال لك مثلا الخمر حرام لانه مسكر. فهل لو الخمر مش مسكره بطلت الحرمه؟ الفقهاء يعني مثلا على سبيل المثال ابو حنيفه يعني قال لك لو اتحولت، يعني هو بعض الناس قال لك ممكن تتحول انها ما تبقاش خمره، تبقى حاجه ثانيه، خل، تبقى حاجه زي كده. او بمعنى اصح جه واحد زي ابو حنيفه راح مثلا محرم خمر العنب لانها مذكوره، والحاجات الثانيه خد عله السكر، فقال لك لو مش مسكره ما تبقاش ايه حرام. ده راي ابو حنيفه، مش هنتكلم في اراء الفقهاء، بس بقول لك يعني فكره ان ايه؟ ان في عله مع الحكم. على سبيل المثال ثاني اللي هو ايه؟ سفر النسوه دون محرم، ان حرام الست تسافر من غير محرم. فهل ده الحكم ده عشان في عله؟ عدم الامان، السفر كان زمان بالجمال وبيباتوا في الطريق بقى شهر وبتاع وكلام من ده، ففي خوف الفتنه انها مسافره لوحدها او مسافره معهاش زوج او اخ او اب، فتبقى عرضه ان حد يتعرض لها او حد يتحرش بيها او ايا كان. فهو كان ايه؟ فهل هذا الحكم مرتبط بعله؟ فلما بقى السفر بالطيران وفي فنادق وفي اجهزه امن والمواضيع بقت يعني فيها تيسير اسهل وفي امن للفتن، فهل تزول العله؟ ما دي الفكره. فهو بيقول لك ان ايه؟ ان دي حاجات ربما لها عله او لها حكم. حكم مرتبط بعله. فلو زالت العله يزول الحكم، ده اللي ناقشوا فيه الفقهاء ووصلوا في النهايه انه فعلا ممكن اذا زالت العله يزول الايه؟ الحكم، لانها امور معلله. هم لما اتكلموا عن زواج كلام شيخ الازهر وكلام كل الفقهاء وكلام من ده، لان هم ما جابوش نص قراني صريح وواضح، انما اتكلموا عن ايه؟ حكم لعله. ايه ست العله او ايه مولانا العله؟ قال لك العله ان دلوقتي ان الراجل الست المسلمه لما هتتجوز مسيحي هيقهرها ومش هيسمح لها انها تؤدي عبادتها بايه؟ بسلام وبامن، ومش عارف هيخلي عيال مسيحي والحاجات دي. فهو بيقول لك لو بطلت العله، بطل الحكم، يعني لو ما فيش هذا القهر مش موجود وهذه العله مش موجوده، يبقى يزول الحكم.
المفروض ان هو يزول، لان هما هنا مش قطعي، يعني مش نص قطعي الثبوت والدلاله كما يدعون، ما فيش نص واضح. وبعدين هي الست بتقول انا رحت دول اوروبا ولفيت دول اوروبا، واذا كان السؤال على فكره السؤال ده مش ملوش محل من يعرف في العالم العربي او على الاقل في مصر، يعني احنا في اغلبيه مسلمه وحتى الاقليه المسيحيه برضه ما يحبوش، يعني بيعمل مشاكل فكره ان حد مسلم يتجوز مسيحيه او العكس، امر حتى اللي مباح اللي هو يعني يعني كما يدعي علماء الفقهاء بتوعنا ان هو مباح ان هو المسلم يتجوز مسيحيه، بيعمل مشاكل والعائله مش متقبله. يعني انا اعرف حد كاتب كبير ومهم وحب واحده مسيحيه وطلب الزواج بينها، ولانهم كانوا من الصعيد شويه فعندهم تقاليد، وقال له الموضوع ده منتهي والعائله لن تقبل، وقعدوا يعني لا هو اتجوز وهي اتجوزت، وما زال هذا الحب يعني العذري هو يعني ايه لم يتزوج هذا الرجل وهي لم تتزوج، رغم ان هو ايه كاسلاميا مباح ولكن المسيحيين رافضين. ونفس الفكره العكس برضه مش ايه مش مقبول، يعني فايه الموضوع ده مش محل لا ليس له لا محل من الاعراف في العالم العربي، انما في العالم الغربي والاوروبي اللي فيه اقليه مسلمه، فالبنت رايحه تدرس او رايحه تتعلم او استقرت هناك وبدات تعمل هناك، الوسط اللي هي بتعمل فيه وسط العمل قله من المسلمين، وبعدين المسلم مباح له يتجوز مسيحيه، فممكن المسلم يعني اللي هو يعني ابن دينها يتجوز مسيحيه عادي، وهي اصبحت بلا زوج، وكل يعني اصدقاء العمل ورفقاء العمل ربما على اديان اخرى، وبدات تتعرف على صديق وحبته وعايزه تتجوزه وعايزه تحقق عندها احتياجات بيولوجيه عايزه تحققها، وعايزه الامومه وعايزه تعيش في سكينه وموده، ما تعيش لوحدها بشكل مفرد، يعني اكيد يعيشها الشخص لوحده ده حاجه يعني ايه مش يعني يعني الحياه اكتر من كده، محتاج اكتر من كده، يعني الحياه مش عمل بس، والوحدة قاسية والوحدة لها مشاكل، ولقت صديق وبدأ يحدث منهم نوع من أنواع التجاذب والانجذاب، وعايزة تحقق احتياجاتها البيولوجية وبتعيش لوحدها وتعيش في سكينة وهدوء وتعمل ويبقى حياة مستقرة وتجيب أطفال وتبني أسرة وحاجات زي كده. ده السؤال اللي كانت الأم المصيبة بتقول بترد عليه، فما ينفعش واحدة شيخة وتروح في هذا الموقف في دولة أوروبية وتسأل السؤال ده من واحدة يعني ملتاسة ويعني في أشد الاحتياج إلى أنها تستقر نفسيا، وتضغط عليها وتقول لها لا ولا يجوز وحرام وهيبقى زنا زي ما بيقول الشيخ عبد الله رشدي، يعني تقع في الحرام بقى وتمارس علاقة خارج إطار الزواج ولا توثق أفضل؟ ده السؤال. ففكرة العلة والمعلول ده هم اللي قالوا، هم اللي قالوا العلة كذا، طب لو زالت العلة لو مش هيقهرها على دينها المفروض يزول الحكم، المفروض يزول الإيه الحكم. النقطة الثانية هم بيقولوا اجماع الفقهاء على فكره من ضمن برضو الخناقه جابوا راي القرضاوي ما اعرفش من عده سنوات وعلى قناه الجزيره، وقال ان هو كان في حكم كنا قلناه زمان وانا شايف ان احنا ايه المفروض نغيره، ده الشيخ القرضاوي. يعني هو قال كان الاول بيقول لك طبعا ايه ما تتكلمش انت وبتاع وانت مالكش دعوه في الدين وانتوا مالكم الحكايه والروايه وانت عشان دراك محدش يتكلم في الدين، الدين والطب هو الطب والهندسه بيتكلم في الهندسه والدين مش مباح لكل حد يتكلم فيه، تمام. اهو الشيخه امنه نصير اهو دكتوره في الازهر مش مجرد خريجه ازهريه، وبعدين بتدرسي 30 40 سنه في جامعه الازهر ودكتوره فلسفه وعقيده، لا دي ازدراء اديان وده ثوابت الدين زي ما قالوا الشيوخ. طيب الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي قال لك الفتوى اللي انا حبيت اغيرها ان هو كان في المجتمع الغربي ان واحده متجوزه مسيحيه متجوزه مسيحي وانجبوا وعملوا اسره، وبعدين فجاه هي اهتدت الى الاسلام واسلمت، هل تنفصل عن جوزها المسيحي؟ طبقا لكلام القرضاوي انه قفتلها زمان انها تنفصل، يعني بيهد الاسره بيهد الاسره، رجع دلوقتي قال لك ان انا غيرت الحكم وانها ايه تبقى على ايه يعني على جوازها واسرتها مادام مرتبطه بهذا الرجل، وان هذا الرجل ايه مادام هذا الرجل بيسمح لها انها تأدي شعائرها وما يمنحهاش على المسجد. يعني رجع الشيخ القرضاوي بيتكلم على الايه الحكم والعله، ان يعني لما بقى في قهر عايزه تسلم وجوزها مسيحي وعندها اسره وبتحب جوزها وبتحب عيالها وعايزه تكمل في هذه الحاله الاسريه، فانت ليه تفتنها في دينها تقول بقى بلاها اسلام وخليها على المسيحيه؟ فقال لك ان احنا افتنا لها لاحقا انها ليه؟ ورحنا رفض الحكم بالعله اللي هو بيقول دار الافتاء انها امور تعبديه بقى ما فيش وجدت عله ما وجدتش عله، ما هو اصل
الحكم التوقيفي او العبادات التوقيفيه ما بتدورليش على عله، ليه الجمار الثلاث ركعات ما تسالش حتى بعد كده وظهر عله، يعني دي تبقى حاجه جانبيه. يعني مثلا بقى يجي يقول لك بتوع الاجازه العلمي القران ده مش عارف الشخص لما يسجد الدم مش عارف بينزل فين ويعمل في المخ ايه، ويعني وكان ايه وكان العبادات دي ايه امور يعني فيزيائيه بتساعد جسم الانسان، وان مش عارف كم حركه والركوع والسجود، ودي اكنه زي اليوجا. المهم يعني كان بقى التفسيرات ان هو يجيبوا علل للصلاه فوائد صحيه، ده موضوع جانبي. هتظل تصلي مغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات، طلع ليه عله ولا ما طلعش عله؟ طلع ليه فايده ولا ما طلعش ليه فايده؟ انما الاحكام دي ربط اهو القرضاوي بالعله، ان ما دام مش هيقهرها على ده هتستمر. وزي ما قلت المشكله نفس الكلام في الدول اللي هي مصر، الدول دي في نسب الحاد، واحده عندها اسره وعياله مستقره بتاع وحاجات زي كده، فهل تسيب اسرتها؟ الحاد بقى مش بقى مسيحي كتابي، لا مش كتابي. وانا اعرف ناس، انا اعرف واحده من القبه وجوزها ملحد، هي مستقره على ايه؟ طيب يعني عندها اولاد والاولاد في سن مراهقه وعايزين ابوهم لازم يكون موجود، وابوهم بيحبهم وهم بيحب ابوهم، وهي مرتبطه بجوزها، فالحاجه تسير. يعني في اكتر مثال بهذا الشكل، ان في نسب شباب كتير. النقطه الثانيه برضو يعني يسال حد قبل ما تتجوز، عايز تتجوز مش هيروح بقى يقول له اصل ملحد مش ملحد، يعني ما دخلش الموضوع في الحته دي، بيتجوز جواز طالونات عادي وبيعيش حياته، وبعد كده مراته بتعرف ان هو ما بيصليش وان هو ملحد وبتاع، بيتعرف لاحقا مش هيخش على اسره يقول انا ملحد، بيتجوز والدنيا بتمشي وبيعيش حياته، تعرف لاحقا هتعمل ايه يعني؟ جاب بقى عايزين والدنيا خلاص. يعني في الاول ما يقولهاش لان الموضوع مش مقبول اجتماعيا. انما في نسب من الشباب وبيتجوزوا عادي والحياه تستقر، مفيش حاجه اسمها كده. يعني الكلام اللي بيقول الفتاوى اللي بيقولوها دي زنا وكلام من ده، ده كلام ان هو الاولاد زنا، ده كلام فارغ، ويعني بيضرب بيه عرض الحائط. ان في اسر وفي حياه، وهي لو قالت لابوها بعد كده خلفت عليه ان اكتشفت ان جوزي ملحد، هيقول لها كملي يا بنتي انت مش مرتاحه معاه؟ هتقول له اه مرتاحه معاه. طب العيال بيحبوه، انت بيضربك بيأذيكي؟ لا والله ده كويس معايا وراجل وسخي وكريم والصفات الدنيا كلها يعني. فهيقول لها كمان حياتك. اي اب في الدنيا هيقول لبنته كده، مش هيقول لها لا افصلي بقى عشان انت اكتشفتي ما اعرفش كذا. بيسعى التفاصيل الثانيه، الحياه ماشيه ازاي، الحياه ماشيه ازاي، مش هيهد اسره ويمنع العيال عن ابوه ويخشوا بقى في حاجه ونفقه ومفيش نفقه، وتصرف على العيال ازاي، خصوصا بقى المصاريف بقت تكاليف الحياه غاليه، والعيال بيخشوا مدارس ومدارس مكلفه والتعليم مكلف، والزوج يعني بيساعد او هو بيصرف بشكل اكبر على الحياه الاسريه. فكل ده امور بتبقى ايه، الواقع بيفرضها وبينكر هذه الامور. فالكلام اللي بتقوله اللي هو العله والمعلول، لا، قال لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من القيد. وقال اذا علق الشارع حكما بسبب او عله ذلك الحكم بزوالها. هم لما قالوا الحكم ده قالوا مع عله ولا ما قالوش؟ شيخ الازهر قال مع عله. ايه؟ ان الراجل هيقهرها على تغيير دينها، وان هو ما بيحترمش نبيها، فهو ذلك مش عارف بيحتقر ايه نبيها. او دي العقيده مختلفه، محدش بيناقش الحاجات دي على فكره في المجتمعات المتحضره. احنا برضه احنا ما بنتكلمش في المجتمع العربي المسلم، المشكله دي مش موجوده بشكل كبير. هي بتقول السؤال ده وارد في اوروبا. الغريب بقى طبعا طلع المجلس الاعلى الاعلام بيقول لك ايه، منع الفتن ومش منع الفتن، يعني عايز يقفل النقاش. يا جدعان مش الموضوع مش كده. وانا مبسوط من النقاش ليه؟ لان هو المشكله ان في حاجات اصبحت ثوابت لدى المسلمين عموم المسلمين بسبب تكرارها كثيرا. لما يتصدم هذا المجتمع ويلاقي خلاف بهذا الشكل ويكتشف ان حاجه زي كده مش ثوابت ولا حاجه، ده نقطه مهمه ان يراجع بعد كده بقى تاني الثوابت اللي هو اتربى عليها. مش عايز بقى نقول حديث موضوع كتير جدا الناس يعني معتبره انها ايه، قلتها قبل كده في حلقات البخاري وما شابه ذلك، يعني انها ايه اكنها من ثوابت الدين. وكل ده هراء، كثير منه هراء يعني، وليس من ثوابت الدين في شيء. وانا قبل كده سالت سؤال ايه هو ثوابت الدين بالظبط بعيدا عن العبادات يعني. فالمواضيع كلها ايه، نسبيه، المواضيع كلها نسبيه. لسه موضوع امن المصحة هنكمل فيه، وهنجيب فتاوى القرضاوي وغيرها، لان احنا بنتكلم عن قضيه حساسه. دي اساس المشكله بتاعتنا بيننا وبين الاصوليين والمتشددين. وللاسف الشديد موضوع شيخ الازهر اللي هم على الجروب ده بهذا الشكل وبهذا العموم،
عايز برضو مراجعة، يعني يا جماعة لا، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، واحنا لو كملنا كده مش هينفع، الدنيا مش هتمشي كده، الدنيا مش هتمشي كده خالص يعني، وأثرها سلبي كبير جدا. يعني هو المشكلة في حد ذاتها أنا شايفها إنها إيجابية، وخصوصا إنها جت من حد زي الدكتور أمن المصير، ما جتش من إسلام بحيري، ما جاتش مني، ما جاتش من ابراهيم عيسى، ما جاتش من يعني الناس اللي هم بيتهموهم بقى وبيعملوا عليهم زومبعه وشبوره وضباب، اهي جت من الدكتور امن المصير. وليها لها مقدار عند الدوله، وكانت عضو في البرلمان، وكانت عضو في اللجنه الدينيه، وامور كثيره جدا. بحيث الناس تتهز تاني، المسلمين يتهزوا تاني، مش يهزوا في دينهم، لان ده مش الدين. ده مش الدين. ده انتاج لاحق قابل للاخذ والرد والعطاء. اعطاء القداسه لاراء الفقهاء ده أمر خطير جدا، ولا بد إن هم يتراجعوا عنه، وسنظل نواجه هذه المشكلة. يعني ما بقينا أحياء، أو ما بقينا عندنا قدرة على الكلمة وقدرة على الإيه المناقشة والمحاورة، الموضوع كله إيه أخذ ورد. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقة لاحقة.